أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الأخوات أصدقاء أوفياء متتبعي ومتتبعات قناة العين تي في، مرحبا بكم ورمضان مبارك سعيد عليكم، يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والعافية وطول العمر وبمزيد من الأجر والثواب. نتواجد الآن بطوار ولا تصير جماعة بيرمزوي إقليم خريبكة، بالضبط من مكان يسمى العين. الآن نحن نتواجد بمسجد العين، يعتبر من المساجد العريقة والقديمة بالجماعة. مسجد العين يتواجد بالضبط كما قلنا بجماعة بيرمزوي، يعني مركز بيرمزوي باتجاه مدينة واتسم، على مسافة تقريبا في حدود كيلومتر على الطريق الرئيسية التي تربط ما بين خريبكة وواتسم، وعلى مسافة كيلومتر يوجد منعرج على اليمين حيث يوجد هذا المسجد وتوجد المصلة، مصلة العين. إذا ننقل لكم في إطار سلسلة مساجد الرحمن في هذا الشهر المبارك لقطات ومشاهد من مجموعة من المساجد بالمملكة المغربية. نستهل هذه السلسلة بمسجد العين. لماذا سمي بمسجد العين؟ لأنه يوجد بقرب من عين طبيعية بدوار ولاد صغير جماعة بيرمزوي، وهذه العين تعتبر يعني موقعا سياحيا وموقعا بيئيا بامتياز. توجد بالعين مجموعة من الأشجار المثمرة، كما توجد بها أيضا عين تنبع من تحت الصخور، من كهف من تحت الصخور، ويعتبر أو تعتبر هذه العين مقصدا لعدد من الزوار، لهذا حمل هذا المسجد اسم العين لقربه من هذه العين الطبيعية كما قلنا. وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه، لا إله غيره، لا إله إلا الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله تنزهت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه لا إله غيره لا إله إلا الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي البتين الولي الحميد.